بكم مشاهدينا إلى أخبارنا المحلية، نستهلها بالشأن الأمني، حيث تمكنت فصيلة الدرك الوطني بعين مليلة وإثر نصب كمين بولاية أم البواقي بالإطاحة غير القانونية لمادة الفحم الغبي واسترجاع نحو 7 قناطير من الفحم. الشبكة كانت تنشط على مستوى 4 ولايات بشرق الوطن تقوم بالتعدي على الملكية الغبية. محمد فخر الدين طراي رصدتها. تم القيام بدورية عبر الطريق الولائي 48 الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 وبلدية بئر الشهداء. تمكن أفراد الفرقة من توقيف الشاحنة التي كان على متنها ما يقارب 7 قناطير من الفحم الغابي. في هذا الإطار وتكملة للإجراءات تم تسليم السلع المحجوزة لمصالح الغابات لبلدية سوق نعمان وتوقيف الجونات وتقديمهم أمام جهات القضاء. إلى موضوع آخر، ورغم تدخل وزير الصحة عبد الملك بوضياف بعد أن بث تلفزيون النهار قضية الطفل عبد الرؤوف من ولاية عناب الذي يصارع الموت منذ قرابة 4 أشهر بمستشفى البوني وإعطائه أوامر آنذاك بالتكفل الفوري بالرضيع ونقله إلى الخارج، إلا أن المفارقة حالته تزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب بيروقراطية المستشفيات. ميكروفون نجمة بوكرشة. الحمد لله الدولة يعني قامت بالواجب تاعها وتمت الواجب تاعها على الطفل. مي كاين مشكل في كي بعتنا لا بريزون شارج للطفل لفرنسا، لوبيتال هذا نيكور بعت للطفل باللي يفوت 40 يوم في لوبيتال تاعهم. هنايا الدولة الجزائرية حطت له غير يقعد غير 20 يوم، فرنسا فايت 46 يوم فايتها. درك ما فهمتش وعلاه مبلوكيو لي الدوسي في لاكازو، راك هنا ما فهمتش الطفل راهو في صحة ما توصفش فيها خلام. المستشفى نيكور في فرنسا رفض باللي يقعد 20 يوم عندهم طفل ما يقدرش يداوي نص الدواء ويحبس. مي درك السؤال يبقى مطروح، ما فهمتش. نزيد نعاود وزارة الصحة تتدخل وصحته ما عادتش تسمح خلاص. والله صحته شيان ما عادش يخلص يعني. إلى غرب الوطن، تم ربط ما يقارب 300 عائلة ببلدية حمري ولاية غليظان بالغاز الطبيعي، وذلك بعد معاناة دامت أزيد من 20 سنة مع قارورات الغاز لتصل نسبة التغطية على مستوى الولاية أزيد من 60% في انتظار أن تستفيد باقي بلديات الولاية بهذه المادة. حمزة زروقي رصد التالي. بتدشين هذه البلدية وصلت نسبة تغطية الولاية لأكثر من 60%، وفي الأشهر القادمة إن شاء الله البرامج الأخرى راح تنطلق. اليوم سيتم إن شاء الله تدشين بلدية حمري بتزويدها بالغاز الطبيعي، وإن شاء الله هذا البرنامج عندنا بلدية أخرى. بلدية حمري تحظى بتدشين وأول الإعلان الرسمي على استعمال هذه المادة الحيوية اللي هي ضرورية بزاف للمواطنين. كنا احنا من قبل نعانوا معاناة شديدة بسبب قارورة الغاز وباش ديبلاسي وتروح تجيبها، ولا الحمد لله بعد هذا كل المعاناة جبر بغاز المدينة. يعني تفضلت عليها الدولة يعني بهذا الغاز، غاز طبيعي، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول إن شكرتم لأزيدنكم، وإن شاء الله مازال المزيد إن شاء الله تعالى. بقدوم شهر الصيام واقتراب شهر رمضان المعظم، انتشرت ظاهرة اجتماعية حميدة في كامل ولاية قسنطينة، حيث أن المميز في شوارع المدينة عامة والمحلات التجارية خاصة هي سلة الخير الخاصة بجمع التبرعات الخاصة بشهر رمضان عن طريق وضع سلة خاصة بجمع المواد الغذائية في كل محل موجهة إلى الفقراء والمساكين. المزيد مع عبد الجليل حنديس وهشام طلبي. في رمضان ضرب مالي في لاسيمان 3 4 قرات في السمانه، وحاجه مليحه. علاه حنا مالين الحوانت نحطو الناس تحط. نعملوها كل عام قبل رمضان، نعاونوا بها الناس المحتاجين، الناس الفقراء، هي ظاهره مليحه ان شاء الله تتعم في كل المحلات. حاجه مليحه، الشعب فيه بعضهم الموم، نعاونوا بعضنا الزواوله اللي لاباس عليه يعاون واحد زوالي، سيرتو بقرب سيدنا رمضان باه نعاونوهم.
إلى موضوع آخر، يحتج العديد من شباب بلدية مولاي العربي بولاية الصعيد المستفيد من العطاد الفلاحي من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستثمار في المجال الفلاحي، يحتج أمام مقر البلدية لمطالبة السلطات المحلية بتوزيع فائض قطع الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية. بلال جبلة وعمران محمد رصد التالية. احنا نتمنوا هذا الشباب تاع مولاي العربي كاع قال لهم هذاك الوقت غادي نعطيكم 10 قطارات ولا ما يفوق 10 قطارات، نتمنوا هذا الفائض اللي هو تابع لبلديه مولاي العربي وملك للدوله، نتمنوا ان شاء الله يتقسم على الشباب تاع مولاي العربي باش يخدموا. قول لهم يعني الملفات تاع الاراضي الفائضه درسناها، حصينا كل الاراضي تاعنا راها موجوده حتى الان، موجوده على مستوى مديريه الفلاحه وسيد الولي على درايه. من ثم امور تاتي تدريجيا. نقارع ان شاء الله سيد الوالي يدير قرار بتقسيم الاراضي الفائضه هذه للشباب للمستثمرين بدون استثناء. تهدد مشاكل او المشاكل التي تعترض فلاحو الفراوله بولايه سكيكدا انقراض هذه الفاكهه المدلله بروسيكادا، حيث اكد اغلب هؤلاء بانهم سيتوقفون عن ممارسه هذه الزراعه اضطراريا في ظل الوعود الفارغه للقائمين على قطاع الفلاحه. محمد حمد يفصل في التقرير. يبدو أن قصة سكيكدا مع الفراولة التي تعتبر أحد رموزها توشك على النهاية، حيث سيضطر فلاح هذه الفاكهة إلى التوقف عن زراعتها بسبب كثرة المشاكل التي تعترضهم. واللي هي المسالك، مسالك صعيبة وراكم شفتوا ديجا، وراكم عاينتوها وشفتوها، المسالك والأسميدة، الأسميدة اللي نضيفوها للمادة هذه الفراولة هذه راهي ما كاش غالية، ما يقدرش يقتنيها الفلاح. قنطار تاع السلفات ب 400,000. نقصت الدعيم، نطلبوا من السلطات المحليه الولايه دعمنا عقال بجرار باش نحرثوا باش تكون خدموها على اكتافنا. انعدام الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء بالاضافه الى انتشار الامراض تسببت لهم في خسائر كبيره جعلت اغلبهم يرمون المنشفه قبل الاوان. هذوك الاسمده رانا نشريوها مارشينوار كارطا تاع فلاح ما دايرينها ليش، نشريوها مارشينوار قريب ب 800,000 القنطار. والامراض هذه خلاتنا تسمانا خسروا دراهم كبار، درك ندير انا كيما انا درك خاسر قريب 300 مليون وما ما نلمش حتى 50 مليون من المنتوج اللي مازال، كيف ندير؟ والسنه درك كاين السنه حبس والعام الجاي ما نخدموش. اذا هي قصه بدات في عشرينات القرن الماضي، تصنع المشاكل نهايتها في وقت امتنع القائمون على قطاع الفلاحه عن مغادره مكاتبهم المكيفه لايجاد حلول لها قبل فوات الأوان. نختم مشاهدينا أخبارنا المحلية من ولاية بتنا، حيث يستغل العديد من سكان هذه الولاية يستغلون فرصة تواجد قناة النهار في كل التظاهرات من أجل أخذ الصور مع ميكروفون النهار. الزميل سعيد حريقة رصد التالية. قناة النهار قناة شاملة، تصورت معها بويسك عندها فريمون هو منزلة كبيرة وديما تحاول تقنعنا وتوصل لنا أهم المعلومات وأهم الأخبار في المجتمع. ولات فرصة باش نحكي مع قناة النهار هذه، نبلغ سلامة الحار لكل كيف يقولوا أسرة تاع النهار. النهار نتاه القناة الوحيدة اللي تسم غلا المدنية إقلان تونيهم. اسما نتاه القناة الإخبارية الوحيدة الأولى والوحيدة اللي تجي في القرى. والمجاشر نهاية الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعة، عودة إليك.